بس أني يعني يجوز أصفى من عندك، يجوز التصلي والصوم، بس أني يعني يجوز أحسن من عندك، أحسن منك مقدمة لرب العالمين. وارتبطتي الخاطر اللي تحبينه تتركي شو بس تتحجبين إيه أو لا؟ وين يا حسرة هو اللي أحبه؟ شايفة شخص يستاهل؟ بعد ليش كل هذا السوي على المود يعني؟ وانتشرت الاخبار انه على اساس راح يتقدم لخطبه ام اللؤل، وبس هذا ام اللؤل قررت انه هي على اساس انه تلبس الحجاب اذا فرانكو خطبها، وهذا الشيء حقيقه من خلال اللايفات والعلاقه اللي بيناتهم، واللي على اساس انه الجمهور حبها الاثنين هم دا يسمعون ويشوفون الفيديو. ومو بس هذا، فرانكو مناسبه توبتها وبعد ما ترقص بالملاهي قرر ينطيها هديه سياره تاهو سعرها 7 شدات. هذا تحدي، وانت سالتني سؤال انا جاوبك عليه. اروح المطعم ومراقبتني، اذا اروح المطعم داز واحد ورايا يراقبني. حلقك سده ممكن رجان، خلينا نفذ.